الاهلي بيشرف مصر وبيصعد سيمي فاينل كاس العالم عشان يبقى في مواجهه بايرن ميونخ بعد شوط اول قدام الدحيل مثالي جدا، ولكن شوط تاني عليه علامات استفهام كبيره قوي 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 على موسيماني وحاجات بصراحه انا مش فاهمها ليه عملها، وكان ممكن يعمل حاجات تانيه تخلي الشكل احسن. الشوط التاني الاهلي قدم شوط اول قدر يخرج فيه متقدم 1-0، ولكن شوط تاني كان ممكن يخرج منه خسران عادي جدا. هنتكلم في كل حاجه لو مش في ترى الحلقه دي وصلت لك، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب قناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. ويلا نخش نتكلم على عظمه النادي الاهلي. حطني رقم واحد في القصير. موسيماني النهارده ما حبش يفاجئ اي حد، ولا يفاجئ اللعيبه ولا يفاجئ الجمهور ولا يفاجئ اي حد، وبدا بال 4-2-3-1 اللي بيبدا بيها على طول. محمد الشناوي، ايمن اشرف، بدر بنون، محمد هاني، علي معلول، حمدي فتحي والسوليه الاثنين في نص الملعب، وبيلعب قدامهم مجدي قفشه، وعلى الشمال طاهر محمد طاهر، على اليمين حسين شحات، وقدام ولتر بواليا. التشكيل اللي بدات انا في الاول قلت لماذا حسين؟ انت محتاج ونجات سريعه تضغط على دفاع الدحيل عشان تقدر تسجل، لكن لماذا حسين؟ ده اللي فهمته في المباراه. لكن تعال نتكلم عن الدحيل وازاي الدحيل سلم الماتش للاهلي، او مدرب الدحيل سلم الماتش للاهلي بكل سهوله. اقول لك ازاي بقى يا معلم. ان انت تبدا المباراه منزل في المباراه عناصر دفاعيه وقعد جنبك العناصر المهمه الهجوميه بتاعتك، انت كده داخل قلقان من الاهلي وبتقول للاهلي انا خايف منك. النهارده شفنا مدرب الدحيل لاموشي مع جنبه على الدكه المعز علي واسماعيل محمد الباك رايت الهجومي الفتاك جدا واللي بيساعد الناحيه الهجوميه، والمعز علي صانع العاب الكبير جدا والجامد جدا وافضل لاعب في اسيا السنه في 2019، مع الاثنين جنبه على حساب انه ينزل اثنين لعيبه محمد موسى وعلي الكريمي في نص الملعب، علي الكريمي وباك رايت محمد موسى علشان يدافع قدام النادي الاهلي ويرجع ويقفل خطوط علشان ما يديش حريه للنادي الاهلي، وده فعلا نجح فيه لاموشي ان هو الشوط الاول كان مقفل عليك على الاهلي كويس جدا، الاهلي ما كانش عارف يخترق، ما كانش عارف يعمل فرصه حقيقيه على المرمى، وفي ظل مش عارف الاهلي يعمل فرصه حقيقيه على المرمى وفضل يباصي كتير يباصي كتير، ولو فضل يباصي ثلاث ايام ما كانش يعرف يخترق دفاعات الدحيل، ولكن اللي انت تخترق دفاعات الدحيل كان عندك حل واحد اللي هو التسجيل من خارج منطقه الجزاء، ما كنتش تعرف تخترق الدحيل بسبب التكتل الدفاعي بتاعه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه البطء الشديد جدا عند هجوم النادي الاهلي. النهارده شفنا بطء كبير جدا من حسين شحات، شفنا بطء كبير جدا من قفشه، شفنا بطء كبير قوي 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 خصوصا من طاهر محمد طاهر. المفروض طاهر محمد طاهر نازل عشان سرعته وعشان دريبلينج من كوره وعشان سرعته على المرمى، لكن ده النهارده بتلعب بطاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر كل كوره في هجوم الاهلي لما كانت بتيجي في رجل طاهر محمد طاهر كان بيبطلك الهجمه، وكان بيخلي الفريق اللي هو بيبقى طالع كله على الكوره لا تبتدي تهدي وتقف، لان ممكن تحصل عليك هجمه مرتده. فانت الاهلي زي ما كان ماسك الكوره الشوط الاول كان مخلي الدحيل واقف في نص ملعبه اكتر اوقات المباراه، ما كانش مديلهم فرصه ان هم يخترقوه، ما كانش مدي فرصه للاطراف بتاعته ادميرسون ودودو ان هم يضغطوا على باكات الاهلي، لا كان من الاهلي واخد حريه الشوط الاول ان هو يضغط فريق الدحيل وان هو يكسبه او اللي هو يكسب كذا حاجه. الاهلي كان مستحوذ على الكوره دي اول حاجه، الحاجه الثانيه الكوره الثانيه كل الكرات الثانيه في الشوط الاول الاهلي هو اللي كان بياخدها. الكرة الطويلة اللي بتتلعب وتترد من المدافع لما تنزل على الأرض على طول بتلاقي لاعب من لاعيبي الأهلي هو اللي بياخد الكرة التانية، وده اللي كان بيخلي الأهلي برضه متفوق على الدحيل، بس إن الدحيل بيلعب بثلاثي في نص الملعب، ولكن نص ملعب الأهلي كان متفوق عليه، حمدي فتحي وعمرو السولية ومجدي قفشة الثلاثي قدروا يتفوقوا على نص ملعب بس بيلعب الدحيل، ولماذا قدر يحافظ على الشكل ده او ان هو يضغط الدحيل او يستحوذ على نص ملعبه؟ التمريرات القصيرة المتقنة. اللي كان مميز في الشوط الاول انه كان بيباصي بكل دقه، الكوره كانت بتطلع من رجل اللاعب كانت بتوصل لرجل اللاعب الثاني، مفيش اي ميس باص، ما شفناش ميس باص كبير للشوط الاول، وقدر يسجل. التسجيله بتاعت الاهلي او الاهلي كان في الشوط الاول انه ما مش عارف يخترق، مش عارف يعمل فرصه حقيقيه على المرمى، بطيء في الناحيه الهجوميه، وكان بيعتمد على اخطاء الدحيل، ما كانش بيعتمد على عناصري انا او قوتي انا او العناصر بتاعتي هي اللي هتفيدني، لا انا بلعب على غلطات بتاعت الدحيل وانا استغلها بس. ده اللي كان الاهلي بيعمله، لان الاهلي في هجومه كان بطيء زي ما قلت لك، وانه مش عارف يعمل فرصه حقيقيه، والاهلي الحته اللي هو يضغط على الدحيل او يستغل غلطات دفاع الدحيل اتى بثماره، وان انت قدرت تجيب فيه جون لما ولتر بواليا ضغط وقطع الكوره وبيلف حسين شحات خدها منه وشاط جول، وبرده من وجهه نظري حارس مرمى الدحيل على قد شويه.
على قد شويه، ان الكوره زي دي كوره مش بالقوه القصوى، كوره ممكن اي حارس يصدها انها تخش في الحارس كده بسهوله، ده حارس على قده. وحسين الشحات جاب جول مميز وقدر يخرج الشوط الاول 1-0، كان ممكن يخرج 2-0 كمان لولا الاوفسايد بتاع وولتر بواليا. قررت الشوط الاول 1-0، انا كان من وجهه نظري ان انت الشوط الثاني كنت مفروض تنزل تغييرين على طول لو عايز تضغط على الدحيل من اول الشوط الثاني، واللي انت تخنقه واللي انت تخليه مضطر انه يرجع قدامك لنص ملعبه ويدافعك، ان انت تدفع بورقتين من على الدكه، محمد شريف وكهربا. الاثنين دول يقدروا يفكوا المفاتيح كويس جدا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. كهربا اول حاجه لاعب مهاري، لاعب مهاري هيقدر يقفلك على الكوره في نص ملعب الدحيل، هيقدر يستحوذك على الكوره في نص ملعب الدحيل، ممكن يعدي واحد والتاني ويشوط كوره يجيب لك جول، يعدي واحد والتاني ويرمي ثرو يودي لك لاعب انفراد، خصوصا ان انت كمان هتنزل معاه محمد شريف لاعب سريع. عندك كهربا لاعب سريع، محمد شريف لاعب سريع، حسين الشحات لاعب سريع، عندك ثلاثي صراع في الناحيه الهجوميه. فانت ليه ما نزلتش بورقتين دول وابتديت تالف تاليفات غريبه الشوط الثاني؟ اتى ان اللي خليت الدحيل قدامك وكانه ريال مدريد في الشوط الثاني. الدحيل الشوط الثاني بسبب تراجع موسيماني نص ملعبه، وانه وقف في نص ملعبه، وانه حب يقفل تماما، وانه عمل تغييرات دفاعيه اكتر ما هي هجوميه. نزلت اليو ديانج بدل حمدي فتحي، نزلت اكرم توفيق بدل طاهر محمد طاهر، نزلت مروان محسن بدل بواليا، وحتى نزلت كمان خرجت حسين الشحات ونزلت صلاح محسن. بقت تلعب برباعي نص ملعب، نص ملعب صراح اكرم توفيق، اليو ديانج، عمرو السوليه، مجدي قفشه، وقدامهم صلاح محسن ومروان محسن. انت مروان محسن حطه في الثلاجه وصلاح محسن حطه في الفريزر، طلعت قدام الثلاجه وطلعت قدام الفريزر ورميتهم قدام الدحيل في كاس العالم ليه؟ ليه؟ انت ما بتديلهمش فرصه في الدوري، مباريات الدوري ما بنشوفش ولا صلاح محسن ولا مروان محسن، دايما بنشوف لا وولتر بواليا لا محمد شريف. ليه نازل الاثنين دول؟ انا مش عارف، انا مش عارف. وليه تغيير اكرم توفيق برضه؟ دي انا مش فاهمها، من وجهه نظري انا مش فاهم. عمل حاجات واخترع اختراعات والف تاليف في الشوط الثاني، اتى ان ممكن الاهلي كان ممكن يخش فيه جون بسهوله، لان الشوط الثاني مدرب الدحيل على طول نزل لك الاسلحه الهجوميه بتاعته، اسماعيل محمد الباك رايت ومعز علي في نص الملعب، وحتى خرج اولونجو ونزل محمد منتيري، واللي هو انا هجيب جون وعايز اضغط وعايز ارجع في المباراه. والشوط الثاني قال للدحيل اتفضل ارجع في المباراه بكل سهوله، بكل سهوله قال للدحيل اتفضل ارجع في المباراه. لولا ان موسيماني والاهلي ادوا للدحيل المباراه في الشوط الثاني، كان ممكن جدا 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 الاهلي يخرج المباراه دي 1-2 و3 عادي جدا، يكسب بالثلاثه وممكن يكسب بالاربعه كمان لو كان موسيماني فكر شويه وعمل تغييرات كانت اتى بثمره. لان انت في الشوط الاول حصل حاجه لو فكرت فيها او فكرت شويه كنت ممكن تستغلها في الشوط الثاني، ان انت خارج الشوط الاول 1-0 تمام تمام، في كوره في الجون الثاني بتاع وولتر بواليا، وولتر بواليا سرق المدافع، سرق مدافعين الدحيل البطاء جدا لما بيتقدموا يلعبوا دفاع متقدم، دفاع الدحيل بطاء. فانت وولتر بواليا لما خد الكوره وجري اجري سجل جول، ليه ما فكرش ان انت الشوط الثاني ان الدحيل هينزل عايز يفتح خطوطه، الدحيل بنسبه كبيره هيلعب دفاع متقدم وعايز يضغطك في نص ملعبك، فتنزل محمد شريف علشان يلعب الكوره او تلعب الكوره في ظهر المدافعين، ومحمد شريف بسرعته يروح على مرمى الدحيل. ليه ما فكرتش كده؟ انا مش عارف الاجابه دي عند موسيماني مش عندي انا. اللي انا هقول لك انا من وجهه نظري لو انا واقف على خط مكان موسيماني في المباراه دي كنت على طول فكرت اول تغييره ماشي مقتنع بيها، اللي انت خرجت حمدي فتحي ونزلت اليو ديانج بسبب الانذار، ولكن التغيير الثاني والثالث كنت مفروض تنزل على طول تطلع طاهر محمد طاهر وتنزل كهربا وتطلع وولتر بواليا وتنزل على طول محمد شريف وتبتدي تضغط الدحيل اللي انت تجيب الجول الثاني فيه. لكن انت رجعت الدحيل في المباراه، سلمت الكوره، رجعت ورا نص ملعبك، نزلت كل لعيبتك تحت الكوره، اديت الفرصه للدحيل اللي ممكن تهدف فيك. لماذا؟ انا مش عارف. المباراه الجايه انت هتلاعب عملاق اسمه بايرن ميونخ، لازم تركز، لازم ما تقلبش، لازم تخش المباراه تبقى عارف انت هتعمل ايه. مبروك لكل الاهلاويه الصعود لسيمي فاينل دوري ابطال، سيمي فاينل كاس العالم. انا مبسوط لكل الاهلاويه رغم ان انا زملكاوي وكل عارف ان انا زملكاوي، بس الاهلي قدم مباراه كويسه يستحق التحيه، او قدم شوط كويس يستحق التحيه، ولكن تاليف موسيماني ايه كتير. انا شايف ان الفتره الجايه تاليف موسيماني الزايد عن حده ممكن يودي الاهلي في حته مش حلوه، يخرج بقى من دوري ابطال افريقيا، يخسر بطوله الدوري مثلا، الحاجات دي ممكن تخلي موسيماني ما يكملش الموسم على الاهلي. من وجهه نظري تاليف موسيماني كتير مش
هيخليه مستمر في الاهلي كتير. في الاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي والدحيل في كاس العالم للانديه. قول رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل الاهلي قادر على تحقيق الفوز على بايرن ميونخ ويصعد لنهائي نهائي كاس العالم لاول مره في تاريخه، ولا بايرن ميونخ هيلتهم الاهلي والاهلي هيلعب على الثالث والرابع؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، ولو حضرتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب قناه وفعل الجرس يجيلك اول الحاجات اول باول، او الفيديوهات اول باول اول ما تنزل، عشان نوصل كمان 5000 مشترك نوصل قبل ما تخلص 2021. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، وتابعنا على فيسبوك ريتويت على تويتر. كمان مع مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.